كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم عليكم. السنة رح تطلع عليكم بهذا الشهر من خلال شخصيتين، شخصية يوسف بمسلسل مسافة أمان وشخصية عامر بمسلسل الحرملك. إن شاء الله أكون على قد المسؤولية وأقدم شيء بتحبوه ويعجبكم. أنا بحبكم كتير وبتمنى لكم كل الحب والسلام والتسامح والصحة بهذا الشهر الفضيل.